ان شاء الله انا من الشيطان ولا نخرجن من النار. وهم صاغرون، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يحيى هذا خوتي، حسب ما يقولوا باللي راهو تم راك شايف، هو ما كانش منها، مازال ما علنوش عليه هالجماعة هذه، مازالوا ما علنوش عليه. سما تقدر تقول مصادر غلطة، تقدر تكون مصادر غلطة، شايف مازال ما بان عليه تخبر شايف. وان شاء الله اذا خبر اوفيسيال صح ان شاء الله يتحسبوا ربي، ان شاء الله عند الله شهيد ان شاء الله. وراح نوصل الميساج برك الله لزنديكة العرب اللي يوصلوا الميساج، اللي يوصلوا الهضرة لسيدهم. والله يا خوتي وانا شهيد على ما اقول، شت العرب هذو خوتي والله راح تخلص عليهم بليكوش شايف. هذا ديما راجل ولا كان صح في النوه راهو يروح للجنة بإذن الله، على جلت باش تعيش هذه الشعوب في أمن واستقرار. ولكن العرب الخويان صاينت العرب لزنديكا، حسب ما راهم يقولوا باللي راهو تم كشايف، هو ما كانش منها حتى ان شاء الله كيما يعلنوا بربي ان شاء الله نردو لكم. قالك باللي هذا هو اللي راك شايف راك تشوفوه، يعني درقت راسو قالك هذا هو خوتي، وما كاينش منها شايف، مازالوا ما اعلنوش عليه. تسمى مصادر رسميه تثبت صح، مازالوا ما بان عليهم حتى خبر راك شايف. هذه وهذا كي هذا خوتي يحيى قدا قبض في السجن، قدا خوتي 23 سنه، وكي خرج وين راح خوتي؟ ما راحش عند الاهل نتاعو، راح ديريكت عند هاك شايف هذوما الرجال. تحيا الرجال وين ما كانوا في انحاء العالم. السلام.